السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ فده معلومة بسيطة اللي عنده بلبل يعني صيد جديد ويريد شوية جلسة ويعني هدأ من الوضع شوية، وإذا كان عنده يعني بلاب الربع يحاول يخليه ينسور. شوف هذا اللي جاي طق منا هذا الصيد جديد، تقريبا صار له 3 أيام جابوا لي اياه وحاليا خليته ويهدني على شنو يهدأ. وطبعا هاي ناجحة 100%، يعني تهدأ البلبل الصيد الجديد. بس حاليا انا قريب علي، حركته يعني كلش يعني بسيطة وما مو خوف يعني قوي، يعني كله زين. بسبب شنو؟ بسبب ذني اللي الربع اللي موجودات يمه. ولا تنسون الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وتحياتي لكم وشكرا جزيلا.